أشهد أن لا إله إلا الله. هنا بمصلى المرحوم الطالب عبون عبد اللطيف بالإقامة الجامعية الشهيد أحمد رايس بخميس مليانه، أشهر طالب أجنبي من دولة الموزمبيق إسلامه أين نطق الشهادتين وسط فرحة إخوانه الطلبة الجزائريين والأجانب المسلمين ليصبح اسمه الجديد عبد الكريم. إنها مناسبة كبيرة اليوم في الإقامة الجامعية الشهيد رايس أحمد، حيث دخل ضيفا حل ضيفا علينا في الإسلام، ألا وهو طالب من دولة الموزمبيق. كان لنا الشرف أننا احتضننا هذا المغ داخل الإقامة الجامعية. So I realized that the religion, the Islam, the way they live is the way that. تيقنت أن الإسلام هو دين الحق، فشرعت في البحث لفهمه أكثر. And then with time I got on. بعدها قررت أن أصبح مسلماً. And then I decided to be a Muslim. الحمد لله. ومن بين أسباب اعتناق الطالب الأجنبي للإسلام المعاملة الحسنة للطلبة الجزائريين له بالإقامة الجامعية. عند دخول الطالب الأخ الكريم أخ عبد الكريم إلى الإسلام، وهذا ما هذه ثمرة طيبة لطلبتنا جزاهم الله خيراً ولهذه المؤسسة. وهذا الطالب سمعته يصرح ويقول أنه الدافع له الإسلام لما رأى المعاملة الطيبة وحسن المعشر وحسن العلاقات الطيبة والأخوية التي يعيشها المسلمون بين بعضهم والبعض، وأيضا الاقتناع العلمي وأن الله تعالى قد فتح قلبه للإسلام، كما قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يعني كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما أراد الله أن يهديه فبدأ دخل الشك في قلبه، لما هو كان أصله من الدين المسيحية فبدأ يشك في هذا الدين المسيحية، وبدأ يدير أبحاثه في الأديان الأخرى، فربي عز وجل هدى إلى طريق الإسلام، فبدأ يبحث عن الإسلام وتقرب مننا، وربي وفقنا معه لحتى ساعدنا يعني كيف يعرف زيادة عن الإسلام، واقتنع بالإسلام وجاء النهار اللي قال إني حبيت ننطق الشهادتين، والحمد لله نطقت الشهادتين ودخل الإسلام. فرحة كبيرة ويوم استثنائي عاشه طلبة وعمال الإقامة الجامعية الشهيد أحمد رايس بخميس مليانه بعد اعتناق الطالب عبد الكريم الإسلام واكتشافه جوانب العظمة والحكمة والكمال في الإسلام العظيم، فطوبى لمن جعله الله سببا في دخوله الإسلام.